صباح الخير مساء الخير احبتي مرحبا بكم في فيديو جديد مع درس اخر لمدرسي اللغه الانجليزيه والمهتمين بتسجيل صوت احترافي لديهم عن طريق استخدام الحاسبه مثل ما تعرفون كثير هناك من البرامج الخاصه بالتسجيل الصوتي لكن اني اروح لكن انا اعتمد على واحد من برامجات الاساسيه اللي هم مصدر ثقه لي بالنسبه للتسجيل الخاص بالمحاضرات اللي هو ادوبي اوديشن يعني ما يخليك راح تفقد الصوت اللي انت سجله لكن يحتاج لنا أساسيات بسيطة للتسجيل. أولاً لازم نتأكد أنه إحنا دا نستخدم المايك اللي مرتبط على حاسبة للتسجيل ويكون المايك جودة عالية. فحتى نتأكد من هذا نروح على أوديو هارد فاني فأنا دا استخدم مايكروفون MK4 آه للتسجيل. موضوع التسجيل بسيط يبدي من خلال ضغطك على زر ريكوردينج. لكن الافتر افكت او المؤثرات ما بعد التسجيل هي الضروريه بالنسبه للمدرس اللغه الانجليزيه ما يحتاج له واي حتى يتدرب عليه ويتعلمها ويبدي يضيف ويتدرب على بعض المؤثرات اللي راح تساهم في زياده نسبه التسجيل الصوتي مالته بطريقه مناسبه. حاليا انا دا اسجل هذا الصوت آه لكن مثل ما دا تلاحظون اكو نويز بالباك جراوند اكو صياح اكو آه أه، تريز اكو هوايه مسائل ممكن تعيق هذا الصوت فاني يعني هسه سجلت هذا المقطع أه، مثل ما تلاحظ هو ظلل باللون الابيض على اساس انه هو المقطع اللي تم تسجيله اقدر اعيد كليك اسمعه اني سمعت هذا المقطع هسه أه، ممكن تخرجه مباشره بدون اي مؤثرات واللي الشيء اللي يعني ما انصح به أه، أنصح به فقط لإحتفاظ بالملف الرئيسي لا تدوس للسيفز روح له على إكسبورت دوس فايل اختار صيغة ويف اللي هي افضل طريقة لا تختار mp3 ثري ما انصحك نهائيا ام بي ثري راح يضغط لك كواليتي الصوت ممكن بالنسبة للشخص ما متمرن ما حيعرف الفرق لكن نختار صيغة ويف نرجع نظلل كنترول اي النص كله منا تحتاج زيد الصوت او تنقصه اذا كان الصوت ماتك ما مسموع بطريقة زينة او المايك لازم تخليه بعد شبر عنك بعض المسائل اللي نحتاجها تشوفون هاي يعني مرتفع هاي المناطق المرتفعه نحتاج نعالجها فأولا لازم نبدا بالفيفوريت اللي, اللي يحتاجها مدرس اللغه بصوره عامه بطريقه بسيطه نروح على دي اسر اللي هو هذا س س س س س ساوند يقلل النيا يعني. قلل شويه نرجع على دي نويز راح يزيل لي النويز الخلفيه اللي موجوده نرجع على آه، عندنا بعد مؤثرات اخرى هنا أنا ممكن نضيفها بس ما اريد اشرح لكم اياها حاليا نرجع على ايفكتس نروح على آه، بالايفكتس عندنا اكثر من خيار انا حير هسه بيش ابدي لكم راح نبدا بالنويز ريدكشن اللي هو تقليل النويز راح ادوس على كابتشر نويز حتى ياخذ لنا تحليل للفويس بعدين ندوس على نويز ريدكشن بروسيس ونخليها 60% تلاحظ هنا دا يصعد النويز جين او يقلله. دوس كابتشر راح يصير لنا بهاي الطريقة ازال كثير من النويز الخلفية بس يحتاج انه ارفع الصوت مرة ثانية حتى شنو اخاف انه الصوت يكون ما مسموع اوكي فنخليه مثلا 3.6 اهم نقطة انه تعزل نفسك حتى تقلل المؤثرات هذه لان هاي المؤثرات تاخذ لك من الكواليتي مات الصوت من المحصلة النهائية وهي مؤثرات صناعية أه نروح على فلتر and ايكولايزر نختار بارامتريك أه Equalizer اللي يعني افضله احوله اصعد هو دائما يجي بهذا الديفولت هذا, Default. هذا يصعد لي الهايز واللوز حتى يعطيني هاي البحة شوية بالصوت أه ونسبة الترطيب شوية تكون عالية على الصوت ما يكون كلش دراي دوس له فكت الحد هذه النقطة هاي المؤثرات كلها ما تقدر ما تحتاجها اللي تحتاجها فقط تسجل الصوت فاني شرحت لك كيفية التسجيل الخاص بالصوت منها اذا تشوف الوات آه، المؤثرات اللي تريد اوتوماتيكيا تضيفها اذا حاب تتمرن الطريقة مباشرة فضيفهم من الديفولت دائما يكون هنا الخيار تسوي على افكت uh, تراك بعدين اضغط واحد من الخيارات انا مخلي لي بودكاست ستايل ضايفه دايس لابلاي فيطلع لي بهاي الطريقه بس راح ينطيني صيغه uh, البث ما الراديو ممكن uh, يكون مناسب بهاي الطريقه ف هذه المؤثرات اذا حب ما حبيت واحد من المؤثرات تقدر تدوس كنترول زي حتى ترجع يلغي لك التاثير قبل لا تخرج لازم تسوي ابلاي حتى يكون المؤثر مطبق على المقطع اللي يراد التسجيل به دوس export again file اه تسمي w نضيفه على الديسكتوب ندوس له هاي اللحظة انخزن على الديسكتوب وكل شي تمام ربي يحفظكم